والله شوف، أنا ما عندي علم في توجه الحكومة، لكن في كلام منهم يتكلمون إن في محاور غير دستورية، وفي كلام إن بعضهم، يعني أنا اللي سمعته في كواليس مجلس الأمة، إن بتحول للسرية. في كلام على السرية. إيه، في كلام إن تحول سرية، وإن يعني يكون استجواب سري. بالنسبة لي والإخواني، يعني الآخرين اللي يعني اللي سمعت منهم الناس، إن ما في موافقة لا على سرية ولا على تحويل تشريعية ولا على تحويل دستورية ولا موافقة على شطب الاستجوابات أو شطب الاستجواب. لكن الحكومة تملك أغلبية كونها تصوت. هذه المشكلة، يعني عندنا مشكلة تشريعية في أن الحكومة تتحكم في مفاتيح الاستجواب، يعني صحيح ما تصوت داخل الاستجواب، لكن تتحكم للأسف هي تصوت على والله نحول السرية ولا ما نحول السرية. طيب وين رأي مجلس الأمة؟ هو بس أني أنا عدم تعاون ولا عدم تعاون؟ أنا أعتقد هذا خلل تشريعي، كان المفروض الاستجواب ما تتدخل فيه الحكومة بتاتا يعني.